إذا متابعي الكرام متابعين شفتي بأننا سنقوم فات دابت مباشر من مدينة تمارة يعني كما السلام عليكم خوتي المغاربة. يا سي حنان يعني كنشوف واحد السيدة اللي كنشوفوا بأن شهر رمضان المبارك اللي قريب كذلك الحج اللي بغى الحج أو الجنة ها هي قدامكم. إلى صراحة الله القصة اللي تدمي القلب لأنها صارت خلنا هنا عندها واحد السيده اللي ما عندهاش مسكينه بنتها مريضه بنتها باقا صغيره هي كذلك تعاني من عده امراض. واحد إنسان شهدت الحق الناس كامل تعرفوا بانك تخدم بكثافه الا قدر الله وما شاء واحد المرض. اليوم كتناشد خوت المغاربه كتناشد المحسنين كتناشد القلوب الرحيمه كنعرفوا بان الحج ما بقى لي الا ايام قليله كذلك شهر رمضان شهر مبارك ما بقى لي الا ايام قليله. اللي بغى الحج او اللي بغى العمره أو لو بغى الجنة هي قدام واحد الإنسان حسوا الأم ديالكم حسوا الأخت ديالكم حسوا يعني صراحة الله واحد القصة اللي تدمي القلب. السلام عليكم خوتي المغاربة كاملين. أنا واحد السيدة اللي كنت خدامة ما كنت خاصني حتى شي حاجة الحمد لله. دابا أنا مريضة بمرض السكر مريضة بالكواد طونسي القلب لان وصلوا لي التكاليف لواحد الحاجه صحتي صافي بالدورات فوق القياس ديالها يعني اللي ولا عندي واحد المرض مزمن يعني ها الطونس ديالي الاخرانيه ولو خصني 4 القراعي ديال الانسولين ما في امكانيش. مشيت لسبيطار الحومه باش ناخذهم لقيتو اليوم سد يعني هاد الاردونس هي الاخره ديال نهار الثلاث الجمعه. اليوم ما مشيتش لان خصني باش ندير واحد التحاليل ما قدرتش عليهم. عندي رونديفو ديالي ديال الطبيب هكتب ديالي ديال السكر باش متبع على الانسولين والسكر الحاله ديالي اليوم كما تنعرفوا الغرائب المعيشه كنعرفوا بزاف. هاد الشوكه هادي انا كاري غير هادي سناخذها ب50 ريال من الفرماسيان غير هاد الشوكه يعني بنتي عندي لها الحليب وليكوش في النهار خاصني لها 600 ريال وكاريه ب 18 تنخلص الموضوع. دابا حاليا مجموع عليا 3 شهور ديال الكرا والموضوع ومراس الدار الله يجزاها بالخير حتى هي ما تتقولش ليا شي حاجه ولكن انا حالتي تدهورات بزاف وعندي البنت مريضه بواحد المرض تيقولوا له مرض الصرع. شحال العمر ديال البنت؟ عام وشهر. يعني كيفاش يعني تما فات ملي كانت عندها 3 شهور وانا تنعس دائما شهر 15 يوم تنخرج سيمانه ترجع عاوتاني نعس بها سيمانه يعني تتجي السخانه 41 42 تتنزلش يعني وخصني الدواء ديالها عندها تناخذ لها الدواء ديال دي باركينغ واحد الكينه محسوب عليه يعني ما الدواء ديالي وديالها تيخصني 30,000 ريال في الشهر وانا ما في حالتيش. بين الكرا والدواء قول 50 حتى 60 باش يطلع في الشهر وراجلي خدام راجلي خدام ولكن ما في امكانوش يجيب لي التكاليف كامله المصروف تيجيب باش تركب باش ناخذ الكوش الحليب للبنت هكا يعني غير هي خصها 30 درهم يوميا ديال المصروف ديالها. انا حالتي الدهورات بزاف بزاف حتى انا كنت خدامه كان ما خصني حتى حاجه يعني ما كنتش كاع تنحس بشي حاجه ولكن دابا صافي حالتي الدهورات فوق القياس لان دابا حاليا عاطيني الناس في السبيطار باش انا نداوى. عندي دابا حاليا نعبر السكر نوري لكم عندي 6 الغرامات ما قدرتش نعس ونخلي بنتي لان ما كاينش اللي تيقبط عليا. شنو نقول لك احمد الله وشكرته. انا دابا ما تنطلبش الناس او تندق في الديور تندق على الابواب الخير المحسنين جمعيات الناس المسؤولين على هذا الشيء. هذا راه كاين الناس كاين الخير ماشي ما كاينش ولكن دقيت الجمعيات كلشي تيسد الباب تيقول لك لا حنا خصنا حق الايتام حنا خصنا حتى هادي راه حتى حنا محسوبين من دوك الناس المعوزين حتى حنا راه ما عندناش. واش انا في استطاعتي ناخذ مطيشه او بطاطا ب 10 دراهم او 300 ما يمكنش ليا
ها هي بنتي تيخصني لا خضره. والبارح مشيت باش نجيب خضره، عبرت كيلو ديال الخضره قال لي 300 درهم. واش انا في امكاني نجيب كيلو ديال الخضره ب 300؟ ما يمكنش. وعاد زيد الدواء ما يمكنش، عاد الكرا عاد المصروف عاد عاد عاد. انا تنطلب من المحسنين ومن الجمعيات ومن المسؤولين يحنوا في هاد الناس اللي محتاجين. حنا راه محتاجين اكثر من اي واحد. حنا مرضى. الحج قرب اختي حنان. الحج قرب، بنادم يدير الخير يلقى الخير. حتى انا راه ام، وكلكم امهات وكلكم تتحسوا. واللي ما عندوش وليدات والله يعطيه، اللي عنده وليدات والله يخليهم ليه، اللي ما عندوش الله يعطيه، واللي عنده الله يزيده. انا ما تنحس حتى واحد من تكره. حتى انا كنت خدامه، حتى انا كنت برزقي، ولكن المرض ديالي الله ما شاء يعني المرض ديالي دهور بزاف، حالتي دورت فوق القياس، ما بقيتش قادره نخدم. انا دابا الشوف بدا تيمشي ليا، ما بقيتش نشوف، تنخاف نركب بنتي نمشي نطيح بها. وليت تنجلس في الدار اكثر من اللي تنخرج للزنقه. هادشي اللي تنطلب، ما طالبه شي حاجه اللي كثيره، طالبه نتعالج انا وبنتي والناس يشوفوا فينا الوجه الله. هادشي اللي تنطلب يعني، راه ماشي شي حاجه اللي غادي نمشي اولا. طالبه شي حاجه اللي كثيره ما طالباش. دابا حاليا انا دايره التزام في السويسي على بنتي، كنت نعسه بها شهر وثلاث ايام ملي جيت نهبط باش نخلص ثلاثه ديال الراميد. هما وراقي ديال الراميل، يلا مشيت باش نصايب البنت هذاك في السيبير بحال هذا. يلا غادا بنسخة الحالة المدنية ديال بنتي ها هي. جاني قاصح بزاف، لأن صافي تبلوكيت، مبقيتش قادرة نصبر. الباب اللي مشيت له تيقول لك أنا ما عنديش يعني. وتا عائلتي ما في حالهمش، ماشي غادي نقول لك عائلتي ولادي. تنمشي للسبيطار حاليا، ما بغيتش نعس في السبيطار. علاش؟ لان ما كاينش اللي يقبض ليا البنت. وتنطلب من المحسنين يشوفوا الوجه الله. هادشي اللي تنطلب، والجمعيات والناس اللي مسؤولين على هادشي. راه تيقول لك وزاره الصحه، وزاره الصحه حتى حنايا راه محتاجين. واش من تمشي انا لسبيطار الحومه بحال هاد الكيله ديال السكر تمشي تقول لي مقطوعه؟ يعني كتمشي تقيم اليوم يعني كنشوفوا مدينه التماره لي يعني كاينين الناس جمعيات، كاينين الناس يعني الناس يحنوا بقلبهم، كاينين داخل خارج الوطن. واش كتمشي للسبيطار تعطيك ادويه فابور؟ لا، بعد خطرات ما تلقاش. انا دابا حاليا كاين الطونسيون تقول لك ما كايناش. من تمشي للفرماسي تلقاها دايره 1800 درهم. اليوم مشيت سولت على القيصه دايره 2700، بدلوها ليا بحال هاد الكينة هادي. الغدا تعطيوها لنا، هادي تعطيوها لنا حيت رخيصة. بحال هاد الانسولين دايرة 4600 القرعة. انا دابا خصني هاد الشهر خصني 4 القراعي. انا عندي 45 في الصباح و40 في الغدا و40 في الليل، لان طلع لي السكر 6 الغرامات. دابا حاليا عندي انا 6 الغرامات في الداس ديالي، باش واقفة ما تنشوفش، تنشوف غير الضبابة. مشيت باش ما بقيتش نشوف. مشيت البارح باش نعبر عند واحد السيدة، قالت لي من الاحسن تشوفي الطبيب هو اللي يعطيك العبار وجي نصايب لك نضادر. يعني كي غادي ندير انا؟ كي غيدير هذا الراجل يوفر هذا المصروف كامل؟ ما يمكنش. يعني جات شي يعني قاصح، جاني قاصح بزاف وما موالفاش هكا. والحمد لله تنحمد الله وتنشكره. وش نقول لكم؟ شوف خوتك المغاربه كما قلنا يعني اللي بغى يمشي للحج، الحج قدام. الحج عنده في دارو، الحج في دارو، اللي بغى يحج الحج في دارو. يعني اسمي الحي اختي حنا، كاين الناس يعني يشوفوا حنا يقولوا يعني الناس يعني تطلب مساعده الا لا انا تطلب المساعده الا وصلتي الى صافي. ما بقيتش قادر، رانا كاريه بيس وكوزين بعدي، رانا عند صاحبتي قالتها. لان انا ما ترضاش، انا كنت خدامه حتى انا كان عندي رزقي الحمد لله. ولكن دابا اللهم لك الحمد، حتى دابا الحمد لله.
تنحمد الله وتنشكر على اي حاجه عطا لي سيدي ربي، تنحمد الله عليها. صعيبه مع الكرو مع الادويه اختي؟ غير جاوني شويه صعيبه، حيت ماشي الدار ديالي اللي غادي نجلس نقول لا راه الكرا غادي حقا ما ندخلش الكرا، او ضروري خصني نفكر الكرا الموضوع. دابا حاليا مجموع عليا 3 شهور ديال الكرا، وكل ما لقيتش مولات الدار تصبر عليا كنت غادي نخرج للزنقه. حاليا اخر مره هزيت حوايجي وبعتهم باش نمشي للسبيطار، اخر مره هزيت حوايجي من الدار باش تبعتهم باش هبطت بنتي للسبيطار. يعني كون ما كنتش انا لاقيه هاد الناس يصبروا عليا في الكراوادي كورونا في الزنقه مشرده. اذا المتابع الكرام كما قلنا لكم، يعني شهر رمضان المبارك يعني ما بقات لي الا ايام معدوده، وكذلك الحج ابواب الحج، يعني اللي بغى يمشي للحج الحج قدامه، اللي بغى الجنه هي قدامه، اللي بغى يدير الخير ها الخير قدامه. يجي يعني كما قلت لكم هي غير عند شي صديقه ولا صديقه يعني ديالي، هي عندها واحد الصديقه هنا في هذا المنزل اللي تنعرفوا بان في الحي تيشد لها الحي، يعني انسانه طيبه، انسانه يعني كانت تشتغل الا قدر الله ما شاء المرض، يعني شتم جميع النواحي اللي هي البنيان ديالها. اللي بغى يدير الخير او اللي بغى يمشي للحج تنعاودوا نكررها، يجي عند اخت حنان للرقم الهاتف ديالها اللي هو 0786 53 27 72. ما كرهناش حنا كنتواجدوا عند اخت حنان، يتصل بها شي محسن او لا محسنه او لا شي يعني انسان يعني داخل او لا خارج المغرب، يتعاون معها باش ما قسم الله. لان بحال هاد الناس يعني ما كيخرجوا يعني السوشيال ميديا ولا يبانوا يعني في الشاشه الا تنقول لك وصل الصيف الى الزوبه. اليوم الاخت حنان كتناشدكم تقول لكم حسبوني اختكم، حسبوني الام ديالكم، امكم، خاتكم، اي حاجه انا تنطلب منكم اي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. والله كنتمنى يعني اين دور الجمعيات في هذا الوقت، يعني صراحه الله باش تشوفوا انسان اللي محتاجه الادويه، يعني صراحه الله انسان تنتمنى. واي واحد يبغى يتصل الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، هذا ميساج من عندي. كاين الناس اللي كتبغي تفلى او لا الناس اللي كتبغي تنصب على الناس بحال هادو اللي فيهم يكفيهم ساكن، يعني انسان ما تيخرج العقد ديالي بكل شيء. لا شنو كنت اختي شنو كل شيء، يعني اللي بغى يساعد يجي حتى لعندها الدار ويشوف الحاله ديالها كيفاش دايره ويطل، واللي بغى يخلص الكرا يجي مرحبا بيه، يجي شوف بعيني. انا ما تنكذب ما تنصب حتى على شي واحد، الحقيقه ديالي تنقولها لان انا ما حشمتش، انا ما ترضاش بكرامتي فوق كل شيء، ولكن الوقت اللي اضطرتني ندير هكا اللهم ندير هكا ولا نمشي نطلب الناس. كاين اللي تيطلبوا تسحب له تتكذب عليه او لا تتنص عليه، انا لا، بالاوراق ديالي كاملين، دوسي ديالي ديال المرض ديالي، لساني تيتقال عليا مريضه بفوق دورت حالتي بلا قياس. داكشي علاش انا طلبت النجده من عند الجمعيات من عند الناس، لان تمشي للجمعيات تقول لي مشيت لاخر جمعيه قال لي جيبي شهاده الوفاه، واش نختار راجلي باش ندي شهاده الوفاه؟ راه ما يمكنش. والجمعيات ما بغيتش توجه واحد الرساله للجمعيات اختي حنان تشوفي فيهم الجمعيات. انا تنطلب من هاد الجمعيات اللي محلولين الابواب ديالها كاملين، حلهم سيدنا وحلهم الشعب المغربي وسيدنا فوق كل شيء، حل هاد الجمعيات يشوفوا حال الناس. الناس راه واكلين بزاف المرض، الناس مراد يشوفوا هاد المرضى. اخر جمعيه مشيت لها تعطيو السكر والزيت والطحين قال لك لا هادشي ماشي ديالنا، سيدنا اللي جايب داكشي. الناس تنطلبوا منهم يعاونوا الناس المغاربه اللي محتاجين. كاين مساكن اللي عندهم 5 دراري عندهم كارين بيت، كاين اللي ما فحالهمش. تنطلب انا من سيدنا وجميع المسؤولين يحسوا بينا حتى حنايا، يحسبونا حنا غير الشعب البسيط. يعني خاصك المساعده، عندك المساعده كلشي. كاين مسكين اللي ما تيلقاش ماشي يوكل حتى لولادو. الحمد لله واستغفر الله العلي العظيم. انا كنتمنى باش توصل للناس القلوب الرحيمه، الناس اللي في قلب الرحمه، يعني كما قلت لكم حنوا بقلبكم. جيو اللي بغى يساعد الاخت حنان اللي حنا يعني عاينا يعني الحالم ديالها،
شنو يعني فين كتسكن؟ الا والجيران كاملين صراحه الله يعني اي واحد غيشوف المباشر ديال الا غيشهد لها بالحق، انسانه طيبه، انسان يعني كانت خادومه. الا انا من الصباح الا تنجري بالوراق ديال بنتي باش نصايب ورقه ديال الرميد، ما ساعدونيش. ها هي قالوا لي جيبي نسخه الحاله المدنيه ديتها، ها هي صايبت لها الورقه واحده حتى الورقه اخر نمشي لك اي حاجه تنديرها. وباقي ما وصلنيش حتى الكود، لان داروا معايا في السبيطار هاد السيمانه الاخر. قال لي شنو خطا هادي السبع ديال سلا؟ عندنا حنا على حساب سلا. يعني كنتمنى من المشاهدين يعني حتى الناس اللي في الادارات باش يتعاونوا مع الاخت حنان اللي اليوم تطلب مساعده من خوتها المغاربه، من المحسنين، من القلوب الرحيمه. كتقول لهم حنا بقلبكم كما قلت لكم اللي بغى يتعاون معاه يجي حتى للدار في سبيل الله، يعني يشوف الدار كيفاش اللي بغى يخلص الكري يخلص الكري بيديه، واللي بغى يحن او اللي يدير شي خير يجي حتى لعندها ويتواصل معاه. الرقم ديالها راه محطوط. اما بالنسبه للناس اللي بغات تفلق الحلم ديالها يعني تكفي، لان كنتمنى اللي ما قدرش يتعاون معي يتعاون مع غير بالبارطاج، يتعاون مع غير بالدعاء، الدعم مع الاخت حنان يعني بالشفاء. والله الا حنا جالسين عندنا وصراحه جالسين والدموع يعني في عينينا ومغرغرين الا كنشوفوا حاله يعني ماساويه، حاله خاصه. لان حالتي تدورات فوق القياس، وليت تناخذ دواء العصب. اما الدواء الوراق ديال السبيطار رازي بكثره العصب اللي وليت اختي حنان ما بقيتش قادره نتحمل هذا الشيء. هذا هما اوراق ديال السبيطار الغازي، لان ما بقيتش قادره نتحمل هاد الشيء. هذا اليوم في المساعده انا بغيت تشوف يعني في خوتك المغاربه اللي اليوم انت تتوجه لهم الرساله، توجه واحد الرساله اللي هي تكون يعني خوتك باش يحنوا بقلبهم كما قلت لي بغى يجي يخلص اولادي يجي عندك حتى الدار. ما عنديش مشكل يشوفوا بعينيهم، لانني انا ما بغيتش شي حاجه كثيره. واحد الاخت قالت لك شحال كتخلصي في الكرا؟ تنخلص 18 و5000 ديال الموضوع. وشحال ديال الدواء كتشري اختي حنان؟ بين 30000 ريال انا وبنتي. يعني وزيدي باقا تشري مطيشه اختي حنان؟ هذيك ضروري الماكله، ما بقيتش ناخذ يعني ولو البكاء يعني ضحكتي ملي سمعتي 10 مطيشه. ما بقيتش ناخذها يعني ولات تجي واقع بحال الدواء تايم بحال الدواء. هذيك تنقول نمشي نجيب كيلو ديال المطيشه بالفران كنزيد عليه وناخذ لبنتي طروط الحليب باش ندوز لها النهار، لانها تترضع الرضاع ما ترضعهاش من صدري. كما كيعرف الجميع يعني هذا الغلاء ديال الاسعار وكل شيء تيعاني الناس، يعني الناس موظفه خدامين وما كافيهم الشهريه. ما على بالكم الاخت حنان اللي كاريه بواحد الثمن وكتشري الدواء بواحد الثمن، الى اليوم كتناشدكم نتوما خوتها المغاربه اللي بغى يدير الخير ها الخير قدامه، اللي بغى الجنه ها الجنه قدامه. يعني شحال ما درتي الخير ربي راه ما يخافش. متابعي الكرام دمتم في رعايه الله، الى بث اخر.